السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي متابعي متابعات الأوفياء قناة عالم صابنيز. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم البليغة اللي كتجي زوينة، كتجي مقرمشة وشاربة العسل. مكونات بسيطة كتوجد في الحين، شوف كي تجي، كتجي رائعة وسهلة التحضير ودغية تتوجد، ومكونات يعني قليلة بزاف، ما كتاخدش الوقت بزاف لا في القليل لا في الطريقة لا في يعني دغية كتوجد، يعني عندك كاع ساعتين ثلاثة السوايع راه غادي توجديها ان شاء الله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفة وتجربوها، واللي عجبتو الوصفة واللي عجبو الفيديو يخلي لنا واحد اللايك وكومونتير وبارطاج، وتبارك الله عليكم. وندوزو للمقادير ان شاء الله والطريقه. السلام عليكم، دابا غادي ندوزو المقادير والطريقه ديال هذه البليغه. هذه اسهل طريقه، اسهل بليغه، يعني في حق الوصفه هذه كتعجبني، يعني دغيا كتوجد. عندي هنايا 400 غرام ديال الزنجلان مغسول ومنقي، ما مصهد ما والو. وعندنا 500 غرام ديال الفرص، هما كما كتشوفوا مغربل. وغادي نديروا واحد المعلقه صغيره ديال هاد الملح، وعندنا معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال النافع، واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، خمسة المعالق كبار ديال الزبدة، وشوية ديال الملح، ومعلقة صغيرة ديال الخل. أنا البيض ما غاديش نديرو، كنديرش فيها البيض نهائيا، وواحد خمارة حمراء. أنا غادي ندير خمارة حمراء هنايا، خمارة حمراء، ملعقة صغيرة ديال القرفة هي راه مطحونة ومغربلة، وملعقة صغيرة ديال النافع، عفوا ماشي حبات حلاوة، هاديك حبات حلاوة، ملعقة صغيرة. قبصت الملح، يعني راه بساعة المكانة كتوجد هاد البليغة، هادي ساهلة بزاف. غادي ندير واحد خمسة المعالق هكاك، خمسة المعالق كبار ديال الزبدة، جوج معالق ديال الزيت، والزهر غادي نحتاجو واحد شويه ديال الزهر، واحد تقريبا نص كاس، وغادي نكملو بالماء. بغيتو تعجنوها كلها بالزهر عجنوها، معلقه صغيره ديال الخل،
نمسح شويه هادشي. نزيد واحد الملعقه صغيره اي صغيره تاع الدخل. وغادي ندير واحد شويه تاع الزهر ونكملوا بالماء. واش واحد نص كاس باش تعجنوا كامله بالزهر، عجنوا راه كتجي زوينه. غادي نديرو لها الماء ونجملوها. ما تكون قاصحة ما تكون رطبة بزاف، هي شوية على العجينة ديال الشباكية. أنا كندير عجينة الشباكية قاصحة، المهم غتكون شوية على العجينة ديال الشباكية. صافي غادي نجملوها، هانتوما معايا. إذا يعني جمعتها دلكتها واحد شويه على القوام ديالها، نتوما كما كتشوفوا يعني ما جاريه ما قاصحه بين وبين. انت الا كانت جاريه غتعذبكم في التوراق، وغتجي قاصحه، شي قاصحه بزاف الا تقلات. ولا كانت قاصحه ثاني غتعذبكم ثاني في التوراق. اذا غادي ديروها ما بين وبين، هانتوما هاك صافي، ونخليها ترتاح يعني الوقت اللي بغيتو نتوما، ساعة نص ساعة دابا تخدموها ماشي مشكل. صافي خليها تربح واحد شويه وانا معاكم. هيا من بعد ما طلقات لي العجينه غادي نورقوها بحال هكا. غنديرو من احسن بلاستيكه ولا بابيي دو كويسون، ولكن بلاستيكه احسن. غنديرو بحال هاد الطريقة، كاع العجينة كلها غنديرها بحال هاد الطريقة ونخليوها.
علاش درت لكم بلاستيكه؟ حيت تساعد هي في الطرق، انا الا درتو على الرخامه كتلصق، ولا مشيتو حتى درتو لا ثانيه الطحين تولي حاجه اخرى ثاني. والله ما بلاستيكه بحال هكا كتحكموا فيها. هانتوما راه كتكون شويه رقيقه، انا ما كتعجبنيش غليظه، كتجي هذه رقيقه زوينه مقرمله. اما كديروا ثلاثه السبعان وتقطعوا، لا انا كندير المرشم، مرشم مربع بحال هكا. صافي كنشكلها بحال هكا، يعني ساهله، كنضغطو مزيان هانتوما. انا كندير 70 كشي ديال الطحين بحال هكا، مديروش غليظة، غليظة مكتجيش زوينة، كتجي مدقسة. أنا راه درتها وتكالت، عاودتها دابا. غادي ندير تاع دائرة، دائرة صغيرة ودائرة كبيرة. هي حاولوا ترققوها وشوفوا نتوما الذوق ديالكم. نتوما على حسب الذوق ديالكم، الا كانت رقيقه كتجي زوينه نتوما. صافي كتسدو مزيان، هنا كتحاولوا تحلوا واحد شويه من هنايا نتوما. اذا منين بعد ما كملت هذا
التوراق التشكيله ديال البليغه. نتوما كما كتشوفوا غادي نطيبوها. حنا درنا الزيت ونطيبوها. كما كتشوفوا ها العسل ديالنا ها هو راه ثقيل شويه. درت العسل ديال السكر ومسمته بهاد العسل هذا. إذا هاني حيدت هاد القلية هادي درتها في العسل تعسل، غادي نخليها في العسل مريتها ما نحيد القلية الأخرى. هانتوما معايا تنكملها، هانتوما من بعد ما تقلات لينا البليغة هاهي، ملي زيناها باللوز كتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها واللي عجبو الفيديو ما ينساش من البارطاج من لايك كومونتير، وتبارك الله عليكم كاملين، والى فيديو اخر ان شاء الله.